اللي احنا فيه ده. انت تدخلي بقى. هي دي الشنطه يا صابرين، اكيد فيها كل اللي الدكتور شريف كان عايز يقوله لي. يا سلام، وانت تضمن بقى منين ان شاء الله ان الشنطه دي فيها اللي انت عايزه؟ ما يمكن يكون كان شايل فيها ذهب ولا فلوس. لا، طالما قال اسم امال يبقى هو قصده على الشنطه دي. يعني ايه؟ يعني لازم تدوري على الشنطه دي ونعرف فيها ايه. نهارك اسود ومنال يا رضا، انت عايزني اسرق الشنطه؟ لا لا يا صابرين، عيب ما تقوليش كده، ما اسمهاش سرقه. امال اسمها ايه ان شاء الله؟ اسمها اقتباس. اقتباس؟ اه، طب انا بقى المطلوب مني اعمل ايه؟ تقلبي البيت ده من فوقيه لتحتيه لغايه ما نلاقي الشنطه دي. ايوه يا هانم، تاخد بالها منك. يلا. حاضر حاضر يا سعديه. حاضر سعديه. انت كمان، انت كمان هتقولي سعديه؟ والله العظيم بهزر معاكي، ده انت ثوابك كبير قوي عند ربنا يا بنت يا صابرين. اه والنبي قول لي يا صابرين تاني ولا ابتديت انسى اسمي. اطلع يا رضا، اطلع اطلع. مشت واسع. شفت بقى الجمال يا ست الكل؟ الظروف بس كانت شايطه ومقصفه، حمام الكريم هيلم كل ده. هو انا لسه هتزوق يا عاطف؟ وما تزوقيش ليه؟ اكبر منك بلود وعندك كوافير، يعرف لهم البدع. ايه ده؟ هو في ايه؟ ايه ده؟ انا مش قلت محدش يخش؟ ما فتحتش الباب من جوه ليه؟ هو مين اللي ما يخشش؟ انت مجنون يا عاطف ولا ايه؟ ببص لي مفاجأة يا بيه. مفاجأة ايه؟ لا لا لا، ايه رأيك يا بيه؟ قمر يا ماما. انت بتعمل ايه يا فريد؟ هو مشغلك باليومية ولا ايه؟ معرفش، انا مسدين قلت له حاضر. هو مش في مدرسة الصبح؟ يلا روح في الكاسيت ده وخش نام. يلا. حاجة مقرفة. مقرفة؟ انت عملت ايه في الواد؟ في ايه يا ريتو؟ مش عاجبك يا حبيبي ولا ايه؟ استني انت يا حليمة، انت بتعمل ايه هنا عاطف؟ في ايه يا بيه رضا؟ هو انت كل ما تشوفني بترزيني وتلقح عليا بالكلام؟ طب حس يا اخي، ترجم الكلام اللي انا بقوله. البيت فيه حريم يا عاطف، يعني نخلي عندنا دم شويه. طب وايه المشكله؟ هو في حد غريب؟ دي خطيبتي وماما حليمه زي امي، انا شفتهم عريانين هغطيهم. هو احنا لسه هنستنى لما تشوفهم عريانين يا عاطف؟ في ايه بس يا رضا؟ ما تهدى شويه يا حبيبي، وحصل ايه؟ بص يا عاطف، انت دخلت علينا بالحنجل والمنجل وفي ظرف 24 ساعه فجاه بقيت واحد من البيت. مش اهلي وعيلتي ونسايبي؟ ولا انت رجعت في كلامك يا بيه؟ هو احنا لسه اتكلمنا يا ابني انت؟ هو انا قلت لك حاجه عشان ارجع فيها؟ دي حتى الفتحه اللي قريناها قريناها على روح امك وابوك. وبعدين انا كل علاقتي بيك ان انا اديتك حقن عضل، هي دي الحته الوحيده اللي انا اعرفها عنك. ما انت شوف عايز تعرف ايه وانا اجاوبك على طول. حول ولا قوه الا بالله. بص يا عاطف، انا عندي سؤال واحد محيرني وعايزك تجاوبني عليه. امرني يا بيه. انت مين يا عاطف؟ لابس بيجامتي وشبشبي وقاعد في بيتي وانا لغايه دلوقتي معرفش اسمك الثلاثي. وعرفك الرباعي كمان. ثانية واحدة يا أبي. بص، أبي بتاعتي عاطف بليومي عبد الستار النبوي، وشهادة ميلادي كمان كمبيوتر. ولو عاوز تفيشني فيشني يا أبي. أفيش مين؟ أفيش مين يا ابني؟ هو أنت يا عاطف مش بتقول إن أنت جاهز من كله ومستعجل على الجواز؟ أوي 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 يا أبي. أوي أوي يا أبي. قول لي بقى شقتك فين؟ ها؟ هي نسمة ما قالتلكش؟ لا، نسمة ما قالتليش. هو انا ما عنديش شقه يا بيه. ما عنديش شقه يا بيه. امال هتتجوز فين يا عاطف؟ ها؟ هي النسمه ما قالتلكش؟ والمصحف ما قالتلي حاجه. ما احنا كنا هنيجي نتجوز هنا ونعيش مع ماما حليمه عشان نونسها. وانت مين اللي قالك ان احنا محتاجين ونس؟ انت بتعيط ليه دلوقتي يا عاطف؟ بتعيط ليه؟ هي نسمة ما قالتلكش؟ الله يحرق نسمة يا أخي. ما أنا لو كان في مقدوري كنت عملت عشان كل حاجة. طب بس خلاص خلاص يا عاطف، أنت هتقعد تنهنه لي؟ خلاص. بص يا عاطف، أنت زي أخويا الصغير بالظبط، وأنا شايف يعني إن أمور الحياة والجواز محتاجة عقل. عقل يا عاطف، وأنت بسم الله ما شاء الله رايحة منك على الآخر، وأنا بقى شايف إن إحنا نأجل الموضوع ده شوية لغاية ما تبقى جاهز. يعني ايه؟ هو ايه اللي يعني ايه؟ ما الكلام واضح يا عاطف. طيب استاذن انا. شوفوا وشكم خير. في ايه يا عاطف؟ هروح بس
الاول اجيب فينو سخن لماما حليمه من الفرن واجي على طول. لا روح انت، روح انت يا عاطف، انا هجيب لها فينو سخن وكل حاجه. طب عشان خاطري ادي له فرصه ثانيه. انت بتسكتي خالص. طب اقلع لك البيجامه. طيب لا يا حبيبي انا مش عايزها، روح بيها يا عاطف. طب الم القد ده. طيب يوه ده مش عايز يروح في سنته. في ايه بس يا رضا؟ ما تهدى شويه يا حبيبي، مالك جاي متزرب كده؟ عاطف اوعى تكون زعلت. زعلت؟ ده انا اتهنت. انا اول مره في حياتي احس الاحساس ده، زي ما يكون جرد الميه ساقعه وطالع فوقي. لا يا حبيبي ما تزعلش، هو بس لما بيبقى تعبان بيبقى متعصب يعني، لكن اول ما يريح كده هتلاقيه بقى قام ينخشك ويضحك معاك وكده. كده يا رضا تكسف عاطف؟ حرام عليك يا ابني، دوت غلبان. يعني انت عايزان اعمل ايه يا حليمه؟ يعني لما ارجع في نص الليل ولاقيه قاعد في وسطيكوا كده؟ ده بقى بيقعد في البيت اكتر مني يا حليمه، واحنا لسه لا اتكلمنا في حاجه ولا اتفقنا على حاجه. معلش يا حبيبي بالهدوه برضو، ده تلاقيه بس الوقت سرقه وهو بيعمل لي شعري غصب عنه. طب وده صح برضو يا ام رضا؟ انا ما قلتش كده، بس برضو يا حبيبي بالراحه عليه. الحق يا ماما، عاطف نزل اخيرا الحمد لله. ارتحت كده دلوقتي يا بيه؟ ده بيقول ان هو مش راجع تاني. وانت بتصدقي الكلام ده برضو يا نسمه؟ ربنا يسامحك يا بيه، ربنا يسامحك. عشان خاطرنا يا رضا، عشان خاطر امك، انزل يا حبيبي وصالحه. انا عملت له حاجه يا ماما؟ معلش يا حبيبي، يرضيك اختك الغلبانه دي تنام ودمعتها على خدها عشان خاطر امك. انزل يا حبيبي كده صالحه وقول له كلمتين حلوين قبل ما يروح. حاضر يا حليمه، حاضر. هو انت كده معتبر نفسك روحت عاطف؟ انا قلت اسيبك لما تهدى شويه وتراجع نفسك. كتر الف خيرك يا سيدي، قوم معايا يلا. ايه هنطلع فوق؟ لا يا عاطف مش هنطلع فوق، هنروح نقعد على القهوه انا وانت نتكلم كلمتين شويه. يلا يا عاطف، يلا يا عاطف، يلا تعال يا عاطف اقعد يا حبيبي. تشرب ايه يا عطوف؟ لا ناكل بقى، انا لسه ما اتعشيتش اهو. ده بقى اللي انا بتكلم فيه، العشم اللي بزياده ده. ما انا بتعامل على طبيعتي يا بيه. ما ينفعش يا عاطف، ما ينفعش يا حبيبي، مش طول الوقت تبقى على طبيعتك كده، لازم برضو تراعي مشاعر اللي حواليك. يعني مثلا يعني يا عاطف، قعدتك عندنا في البيت لغايه نص الليل دلوقتي، ينفع كده؟ ايوه صح، ما يصحش. انا اسف يا ابي رضا، مش هتكرر تاني، الوقت فعلا كان متاخر. هروح انا بقى، بكره من النجمه هبقى عندكم ان شاء الله في الشقه. ليه من النجمه يا عاطف؟ ليه يا حبيبي؟ هو انت موظف؟ اتعينت عندنا في الشقه مثلا وانا معرفش؟ وبعدين ليه اصلا تيجي بكره؟ ما تريح يوم اتنين تلاته واعتبرهم اجازه يا اخي. خلاص عندك حق، اهم حاجه ما تكونش زعلان. لا مش زعلان. اوعى تكون زعلان. لا والله ما زعلان. لا شكلك لسه زعلان. اولع في نفسي عشان اثبت لك ان انا مش زعلان. طيب خلاص همشي انا بقى. ايه يا عاطف يا حبيبي؟ ما تمشي يا حبيبي. مالك؟ مالك يا عاطف؟ بحبك قوي يا ابي رضا. ماشي ماشي يا عاطف، ماشي. مع السلامة يا عاطف. روح يا عاطف، روح يا حبيبي. حلال عليك البيجامة يا عاطف. استنى عندك يا رضا. عايز ايه يا اسطى جابر؟ فين صابرين يا رضا؟ ما احنا قلنا يا اسطى جابر صابرين راحت تعزي في ابو جمالات. لا صابرين معاك يا رضا، وانت عارف مكانها، ولو ما قلتش مكانها فين بالذوق الرجاله دول هيفضلوا يدبوا فيك لحد ما تنطق. وانا معرفش مكانها فين يا اسطى جابر. خلاص يبقى جنت عليها مراكش. نطقوه يا رجاله. استنى عندك ده هو. محدش يلمس ابي رضا. هو انت ما بتعرفش تروح يا عاطف؟ انت ايه اللي جابك؟ انت مين يا؟ انا اللي ما عندوش اهل يبكوا عليه، والانس قاعد يموت، ولا حدش يلمس شعره من ابي رضا. ما هتموت يا رهامه. عاطف عاطف خلي بالك من نسمة،
يا رضا ما تقفرش يا عاطف، دول ضربوك في دراعك. يا حبيبي يا عاطف، يا اللي خدوك على اخوانا يا البوم. رضا يا لهوي، ايه ده؟ انتوا ايه اللي جابكم؟ وانا مش قايل لك ان الموضوع بسيط؟ طمنا يا رضا. مفيش حاجه والله، عاطف هيجبس دراعه نص ساعة وهيتكل على الله. يعني هيعيش؟ هو ايه اللي هيعيش؟ انت ليه محسساني انه بيعمل قلب مفتوح؟ عاطف يا لهوي، رد عليا، رد عليا يا عاطف. يا لهوي، الواد اتشال، الواد اتشال يا رضا، وبتقولي كويس؟ ما تخافيش يا ماما حليمة، انا بخير. هو كده يبقى بخير؟ والله العظيم ما في حاجة، ده كرسي عادي بيستخدموه هنا في المستشفى لكل الحالات، مفيش حاجة والله. وعملتوا تقرير طبي عشان يعمل محضر في المخفي حماك؟ المحضر اتحفظ يا أمي، عاطف مرضيش يتهم حد. يبقى دماغه باظت هي كمان، اعملوا له أشعة على المخ. ده أنا بقى ليه الأصل يا ماما حليمة لما سلم عم أبو صابرين للحكومة، مهما كان راجل في سن أبويا، ويبقى نسيب أبي رضا. أبي رضا أنتوا عملتوا له رسم قلب. رسم قلب إيه؟ أنتِ هتجننيني يا نسمة، بقول لك دراعه، دراعه. أيوه ما عشان نطمن يعني، يعملوا له صورة دم كاملة ودهون ثلاثية. دهون ثلاثية؟ طب ما ننفخ له شفايفه بالمرة. بقول لكم إيه، أنا مش عايز وجع دماغ، هو هيجبس دراعه نص ساعة وهيتكل على الله، عشان أنا كمان عندي شغل، لازم ألحق أمضي. يلا يا ست ما عندناش وقت، يلا. خلي بالك ماما حليمة يا نسمة، خلي بالك يا نسمة. حبيبي عاطف، حاضر يا عاطف. بتعملي ايه عندك؟ انا ابدا، كنت بدور على بكره مناديل للحمام عشان دخلت جوه لقيت البكره اللي جوه خلاص خلصت. هو في حد بيشيل بكر هنا؟ خش شوفوني رجاء في اوضتي هتلاقي البكر، خدي لك بكر. حاضر. دي وهتسيب الشوفونيه انا مفتوحه كده؟ لا لا لا، هقفلها حضرتك اهي، هقفلها بعد اذنك. بنت دي عبيطه ولا ايه؟ يا باشا احنا كنا واقفين في الاستقبال، بندخل الناس عادي سعادتك. رضا يا باشا في اليوم ده كان جاي متاخر. عم فرماه بكل ادب وهدوء يا باشا، طبطب عليه كده وقال له: ايه اللي جابك متاخر يا رضا يا ابني؟ رضا يا باشا كأن حصل حاجة في دماغه، فجأة لمؤاخذة لقيناه مطلع المشرط وفضل يضرب عم فرماوه في كل حتة يا باشا، الراجل بقى واقف يشلب دم. أول نعمة. ما معقول الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ واحد يقول لي واحد اتأخرت ليه؟ يضربه مشرط؟ افترى بعد عنك يا باشا، هو رضا طول عمره كده مفتري، حتى تبص في وشه يا باشا سبحان الله تلاقيه عليه غضب ربنا. ده غير كمية الألفاظ والشتايم اللي قاعد يقولها أول مرة في حياتي وداني تسمعها. كل ده وفرماه ما عملش حاجة؟ يا باشا الحمد لله ان انا واقف قدامك لغاية دلوقتي وبكلم سعادتك. انا كنت هروح فيها، انا واخد 17 غرزة في دماغي و34 غرزة في دراعي، وادي التقرير الطبي يا باشا، دي جناية يا باشا والله، والله لازم تحولوها لجناية. انا لو ما خدتش حقي عن طريق المستشفى هطلع النيابة وهاخد حقي بالقانون يا باشا. رضا، رضا اصحى يا رضا، انت نايم يا نادية؟ معلش اصل انا ما نمتش من امبارح. خير؟ طب كلم المدير، عايزه. عايزني في ايه؟ معرفش. طب روحي انت وانا حاجه وراك. طب بسرعه، طيب ما تاخرش.
صباح الخير يا دكتور. ازيك يا رضا؟ ايه ده؟ بابا؟ لا مش ممكن ابدا يا بابا. هو انت كل حلم هتنط لي كده؟ انت ما وراكش حاجه خالص؟ وبعدين ايه البالطو والنضاره دي؟ انا جاي لك الشغل. دي النضاره بتاعتي بتاع زمان فاكرها؟ اه. وده بالطو لقيته هنا حاطط ليه واسع عليا. مظبوط. ثم ايه اللي انت بتقوله ده بالظبط؟ ها؟ ده كلام تقوله لبابي؟ يا اخي حسن ملفظك. ده انا جاي لك من اخر الدنيا عشان اقول لك على كلمه السر اللي تعيشك متهني طول العمر. طب بس يعني معلش يا ريت تنجز بسرعه عشان انا مش نايم في بيتنا، انا نايم على مكتبي وفي شغلي. انجز بس بسرعه. هنجز. حاضر. اتفضل. انا هقول لك كلمه واحده. اتفضل يا بابا. شوف يا رضا. حاضر يا بابا. وايه اللي حاضر؟ وحضرتك قلت لي شوف يا رضا دول كلمتين، وايه اللي هقول لك؟ مجازا. كلمه واحده دي مجازا. حاضر. وتلم شويه مع بابي. حاضر. اتفضل يا بابا. انا هقول لك كلمه سر تعيشك متهني سعيد. اتفضل يا بابا. قول كلمه الحق ولو على رقبه ابوك. ماشي. امشي عدل يحتار عدوك فيك. حاضر. ان فاتك الميري اتمرمغ في ترابه. ماشي. ادي العيش لخبازه ولو ياكل نص. على فكره ده مثل مش نصيحه. بس في نصيحه جواه. اتلم مع بابي. حاضر. اتفضل يا بابا. ليل الشتاء طويل. دي اغنيه ومثل. ماشي. ونصيحه. اتفضل يا بابا. اخر حاجه بقى، اغسل يديك قبل الاكل وبعده. انا خلصت. لا انا مش مصدق يا بابا العيد، مفيش اي جديد حضرتك قلته بالنسبه للنصايح دي. اصلا النصايح دي كلها كانت مكتوبه على ظهر الكراسه واحنا في ابتدائي. ما انا اللي كاتبها. حضرتك اللي كنت كاتبها؟ مش سيادتك كنتش بتقراها؟ لا بس والله كنت حاسس ان فيها من روح حضرتك فعلا. غير ان في ابديت كتير في الموضوع لو تاخد بالك. زي ايه؟ ليل الشتاء طويل. اه دي جديده صح؟ اه فعلا جديده. شاكرين يا بابا على النصايح الغاليه دي. بس يعني ننجز، لان زي ما قلت لحضرتك انا في الشغل وفي مكتبي. اوعدك النهارده في البيت حقيل ساعتين كده بعد الظهر، ابقى تنورني براحتك. بجد؟ اه والله رضا. وعد. لا لا اتكل على الله بقى. ايه اتكل على الله؟ انت بتطردني؟ لا مش بطردك، بس حضرتك راعي ظروفي برضو. انا قلت لك ان انا نايم في الشغل وفي مكتبي، ولو حد دخل علينا شكلها مش لذيذ يعني. ماشي يا سيدي اتنك براحتك، ما انت بقيت دكتور قد الدنيا. دكتور ايه بس يا بابا؟ انا تمرجي. تمرجي؟ لا مش معقولة يا بابا، كل حلم هتتخض نفس الخضة بنفس الأداء. ما أنا قلت لحضرتك الحلم اللي فات إن أنا بقيت تمرجي. على فكرة ذاكرتك بقت ضعيفة قوي، يبقى فكرني الحلم اللي جاي أكتب لك على حاجة. تكتب لي؟ تكتب لي ليه يا حبيبي وفي تمرجي بيكتب؟ تمرجي حسب الله. يا بابا أبوس إيدك، أنا مش ناقص إحباط. إحباط؟ انت اللي بتتكلم على الاحباط. انا قلت احباط مش تمرجي، لان ده اداء تمرجي. هو نفس الاداء، انا لسه هدور على اداء الاحباط. حاضر. احباط؟ انت بتتكلم على الاحباط يا خلاص. احباط؟ انت اللي بتتكلم على الاحباط يا كلب. ده انا اللي محبط، انا اللي تعبان، انا اللي حسبي الله ونعم الوكيل فيك. احباط؟ انا مش مصدق بقى بابا، يعني مش حضرتك كل ما هتجيلي هتتخض نفس الخضمه؟ لازم تبقى عارف كويس قوي وانت جاي لي ان انا تمرجي. لا تمرجي. لا والله تمرجي. لا تمرجي. لا آه. لا تمرجي. لا آه. لا تمرجي. لا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا ناديه في ايه بس؟ انت جيت تنام هنا يا رضا؟ معلش معلش، اصل انا ما نمتش من امبارح. خير؟ طب قوم كلم المدير عايزك. يا عم خلص بقى يلا. انت ايه اللي عملته امبارح ده يا بني ادم انت؟ يا فندم انا ما عملتش حاجه، والناس كلها كانت واقفه وتشهد على الكلام ده. بقول لك ايه؟ اللف والدوران ده ما يمشيش معايا. انت هتطلع من هنا على الشؤون القانونيه وهناك تقول اللي انت عايزه، ولو ثبت انك مدان هوديك في 60 داهيه. ليه بس كده يا فندم؟ انا قرار فصلك قدام اهو، وانا اللي مش عاوز امضيه لحد ما نتيجه التحقيق تطلع. يا فندم والله ما عملت حاجه، فرماوي هو اللي اعتدى عليا. وبعدين معاك انت تقول لي فرماوي وهو يقول لي انت؟ انتوا هتشقطوني لبعض ولا ايه؟ يا فندم والله العظيم انا ما عملت حاجه. اسمع، انا صبري خلاص نفس، وانا لما بتعصب ما بشوفش قدامي، ولو ثبت انك مدان اقسم بديني لسجنك. انت فاهم؟ روح شوف شغلك. ربنا يبشرك بالخير يا معلم سليمان. والله والله انا كنت قاعد على اعصابي. ما علشان كده اول ما بلغوني في المستشفى ان المحضر اتحفظ ما كدبتش خبر اهو وجيت لك جاري. اسمع يا حاج سليمان، انت كده هتضيع لي الراجل، وهي كانت هتلبسه في الاخر. انا مش حمل جري وراس الاقسام. حصل خير يا جمالات، المحضر اتحفظ.
وعدت على خير. المره دي عدت على خير، محدش عارف المره الجايه هيحصل ايه. وانت فاكره لا قدر الله لو كان جرى له حاجه انا كنت هسيبه؟ جابر ده اخويا. وانا بقى مش هستنى لما يجرى له حاجه، وبعدين صبري دي يا اخويا مش صغيره. في ايه يا جمالات؟ الله، مهما يكن برضو دي بنتي. جمالات عندها حق يا جابر، ازار الحوار ده انت مش قده. سيب لي موضوع صابرين وانا اللي هخلصه. شوف يا استاذ رضا، انت موقفك صعب جدا. الموضوع مش بس ممكن يوصل للفصل النهائي عن العمل، لا ده ممكن يبقى جنايه ويوصل للسجن كمان. هو انا عملت ايه يا سيادتك؟ اولا قمت بسب مدير المستشفى ونائب المدير بالفاظ نابيه يعاقب عليها القانون وامام جمع من الناس، يعني سب وقذف وخدش للحياه العام. انا وكل الشهود اكدوا الكلام ده. ثانيا انت اعتديت بالضرب على فرماوي حسين واحدثت له جروح قطعيه. انا والتقرير الطبي والشهود اكدوا برضو الكلام ده. ثالثا انت قمت باحداث تلفيات بالمستشفى تكلفه اصلاحها يتجاوز ال 20,000 جنيه. انا يا فندم؟ هو انا كل ما اقول لك حاجه هتقول لي انا؟ انا اسف يا فندم، بس الحقيقه يعني انا مش قادر اصدق اللي انا بسمعه بوداني. يعني ايه؟ انت بتنكر ان ده حصل؟ لا يا فندم، الحقيقه ان كل الكلام اللي مكتوب قدام حضرتك حصل فعلا، سب وقصف وتلفيات والفاظ نابيه، بس الحقيقه ان انا ما عملتش ولا حاجه من دول. يعني ايه؟ هما اللي اتلفوا وشتموا وكسروا وعملوا كل حاجه؟ تحب تشوف بنفسك يا فندم؟ اشوف ازاي يعني؟ يا نهار اسود، يعني كل دول شهد زور؟ دول مش شهود يا فندم، دول مجرمين وعايزين يلبسوها لي عشان يقدروا على مصايب تانية كتير هم بيعملوها. وانت صورت ده ازاي؟ الحقيقة انا ما صورتش حاجة، ده واحد من اهالي العيانين هو اللي صور الفيديو وبعته لي. ايوه يا رضا، بس ده مش قانوني ومش هيعتد بيه في التحقيق. انا عارف يا فندم انه مش قانوني، وفي النهاية الموضوع في ايد سيادتك. عايز تحكم بالورق اللي قدام حضرتك انت حر، عايز تحكم باللي شفته بعينيك وسمعته بودانك برضه انت حر، وفي الحالتين انا راضي بحكم سيادتك. صغر خطك يا حسن وسيب مكان لبقيه زمايلك عشان يكتبوا. حاضر يا ابي. يلا ناخد سيلفي مع الكبيره. يلا يلا قولوا تشيز. ايه قولوا تشيز كلنا. ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا يا عاطف؟ وايه العيال دي كلها؟ دول بيمدوا لي على الكبيره وبياخدوا سيلفي مع الجبس. تاخد سيلفي مع الجبس يا ابي رضا؟ يعني انا اسيب الجبس في المستشفى واجي عشان اتصور معاه في البيت يا عاطف؟ ما هو ده مش اي جبس، ده الجبس بتاع دراعي اللي انا فديتك بيه. يا حبيبي يا عاطف. حبيبك ايه ونيله ايه دلوقتي؟ يلا هات انت وهو. يلا هات من هنا. يلا يلا يا ابي انا لسه ما اتصورتش. يعني هتتصور مع نانسي عجرم؟ يلا يلا من هنا. يلا مع السلامه. انا نفسي افهم حاجه واحده بس، هي العيال دي بتتصور معاك بصفتك ايه؟ الله يا ابي مش بطل وضحى بنفسه عشانك. طب وهو البطل ملوش بيت يريح فيه؟ يا حبيبي انت عشان الجبس اللي في ايديك ده عاطف لازم تريح في البيت يجي 20-25 سنة على الاقل. انا ما روحتش، انا هنا من الصبح. ما روحتش اصلا؟ نعم يا اخويا. حاسب دراعي، دراعي فديتك بيها يا ابي. يا دي النيله على دراعك اللي فادتني بيه. يلا يا عاطف، يلا يا عاطف انا هروحك. يلا هتروحوا فين يا ريت؟ هو البطل اللي فداني بدراعه ملوش بيت يريح فيه؟ طب وده هيروح ازاي في حالته دي؟ افرض جاع مين هياكله؟ افرض عطش مين هيشربه؟ افرض تعب مين هيطبطب عليه؟ افرض اديتك بالقلم على وشك مين هيلحقك؟ عاطف. ها عاطف؟ يعني ايه الكلام ده يا بت؟ يعني عاطف هيقعد معانا لحد اما يخيف. يقعد معانا فين يا حليمه؟ في الشقه. هنا الحاره كلها عرفت باللي عمله عاطف عشان
عايزنا نمشيه عشان ياكلوا وشنا. ولما نقعد راجل غريب في الشقه في وسطينا مش هياكلوا وشنا، هيطلبوا دليفري من بره. انت مستني حد يا عاطف؟ افتح يا رضا. هو راجع من الحجاز يا مبطة ولا ايه؟ اكتر من كده، هو اللي عمله عشانك شوية. الف سلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا مبطة. عاملة لك فرخة محمرة انما ايه، وشوية محشي عشان يرموا عظمك اللي اتكسر ده. الله، محشي انا كان نفسي فيه قوي. تسلمي لي يا مبطة. الحمد لله على سلامتك يا بطة. الله يسلمك يا بطة. نسمة هاتي الاكل وتعالي ورايا بقى عشان تاكليني. تاكلك ايه؟ يعني ايه تاكلك يا عاطف؟ انا مش فاهم، هو انت اتشليت يا حبيبي؟ ما انا مش عارف افصص الفراخ بدراعي اللي فديتك بيها دي يا بيه. اللهم طولك يا روح، اللهم طولك يا روح. رايح فين يا بيه؟ داخل اغير هدومي عشان عندي صيدليه. عندك مانع يا عاطف؟ طب مش هتمضي لي على دراعي اللي فديتك بيه؟ الو. الو. مساء الخير دكتور. امنيه معايا؟ ايوه. انا مين؟ انا تعبانه قوي يا دكتور. نعم. مش حاجه دكتوره؟ طيب انا قلبي بيوجعني بقالي فتره ومحتاج الحقيقه استشاره، يعني بحس باحاسيس واعراض غريبه. لا، هو واضح ان حضرتك متلخبط بيني وبين حد تاني. مش حاجه الدكتوره امنيه مراد؟ ايوه انا. انت مين بقى؟ طيب انا واحد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلع. نعم. ده انت بتستظرف بقى. طب خلاص خلاص خلاص، ما تقفليش السكه. هقول لك انا مين. اتفضل انجز. هقول يا امنيه لغايه دلوقتي ما عرفتيش صوتي. انت هتقول انت مين ولا اقفل السكه؟ يا ستي انا شادي. شادي يا ستي خلاص. يا ساتر يا شادي، بجد انت مش ناوي تكبر بقى ابدا؟ وانت على طول تفضلي قفيله كده؟ طبعا زمانك عماله تذاكري وتضحي. ها، هو انا في الكليه دي ورايا حاجه غير المذاكره؟ طب بصي يا ستي بقى، انا قررت النهارده ان هديكي اجازه من المذاكره. هعدي عليكي كمان شويه انا ونصلي، نطلع العين السخنه في حفله لعمرو دياب مكسره الدنيا، معايا تذاكر ليها. يلا اجهزي وهعدي عليك. لا مش هقدر خالص يا شادي بجد، عندي مذاكره كتير جدا، ما عنديش ولا ثانيه فاضي. خليها مره ثانيه. بقول لك يا بنتي ما تبقيش قفيله، دي حفله ما تتعوضش. مش هينفع صدقني بجد، ورايا حاجات كتير قوي. ميرسي. ماشي براحتك. يلا باي باي. باي. برضه مش هنغلب اكيد، يعني مش هنغلب. يعني لقيتيها؟ هو ده كل اللي همك؟ طبعا، الشنطة دي مهمة جدا يا صابرين، دي فيها كل الحاجات اللي كان عايز يقولها لي الدكتور شريف، ومش بعيد كمان يكون فيها دليل على اللي حاول يقتله مرة واتنين. طب وانا بقى هجيبها لك ازاي الشنطة دي؟ الست دي ما بتطلعش بره اوضتها خالص يا رضا، ده غير ان لو دخلت عشان ننظف الأوضة بتفضل واقفة على ايدي لحد ما اخلص. يبقى الحل انك تجيبيها وهي نايمة. وانت فاكر ان دي بتنام زيي وزيك؟ دي بتنام زي الديابة، قافلة عين ومفتحة عين. ما هو مش معقول يبقى وصلنا للمرحلة دي يا صابرين ونيأس، لازم نتصرف. حاضر يا رضا، هعملك اللي انت عايزه، بس طمني ابويا عامل ايه. ابوكي؟ ابوكي جاب لي بلطجيه وكان عايز يضربني في الحاره يا صابرين. رئيس قليل، هو الراجل ده اتعبط في نافوخه؟ ازاي يعمل كده؟ اوعى رضا يكون جرى لك حاجه. لا 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 ما تقلقيش عليا، انا زي الفل. ربنا بعت لي الواد عاطف، هو اللي خد الضربه في دراعه ودراعه اتكسر. يا حبيبي يا عاطف، يا عيني يا اخويا، ده الواد دخل بينه ما فيهوش نفخه اصلا. طب هو كويس دلوقتي؟ لا زي القرد، ما تقلقيش عليه. دبسنا له دراعه وبقى قاعد عندنا في البيت، واكل شارب نايم اقامه كامله يعني. ولما سالوه في المحضر ما رضيش يجيب سيره ابوكي. النبي واد اصيل، كتر الف خيره. هو مش اصيل قوي يعني، ده واد رزل بس طيب. يلا الحمد لله انها جت على قد كده.